في آخر أسئلته يقول: طلبت من الله إن أصبحت مقيما بالمملكة أن أصلي ركعتين بجامع الإمام تركي بالرياض، شكرا لله وبحمد الله تحقق ذلك. والآن يقصد مجيئنا المملكة، يقول: الآن مضى علي قرابة العام وأنا مقيم بالمملكة، ولكن لم أجد فرصة للحضور للرياض نسبة لطبيعة عملي، هل علي إثم في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك السفر من أجل أن تصلي في جامع الرياض، الحمد لله، ولكن تصلي في أي مسجد من مساجد المملكة، تصلي الركعتين لأنهما نذر واجب في ذمتك، فتصليهما في أي مسجد من المساجد، لأنه لا ميزة لبعض المساجد على بعض ما عدا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد الرابع، ومسجد قباء. لكن لا يسافر إليه، وإنما يزوره ويصلي فيه من كان في المدينة فقط، أو كان من أهل المدينة، أو كان قادما إلى المدينة. هذه المساجد هي التي تقصد للصلاة فيها، وأما ما عداها من المساجد فهي سواء. ولا يجوز لك السفر من أجل أن تصلي في مسجد من المساجد غير الثلاثة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فصلي في أي مسجد والحمد لله. الحمد لله.